افريقيا او في بطولات افريقيا مع النادي الاهلي وضيع ضربه جزاء. كنت هزعل قوي لو النهارده حصل حاجه لا قدر الله. الحمد لله ربنا ستر وسيد معوض برضه وشه بقى عامل زي الليمونه بعد ما ضيع ضربه الجزاء. حسام كل سنه وانت طيب والف مبروك على الصعود. وانت طيب يا كابتن كريم وربنا يخليك. الحمد لله يعني اولا بسلم على كابتن احمد بلال وكابتن ولاد صلاح الدين طبعا نجوم كبار. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك يا كابتن. مبروك ربنا يخليك. بقول الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. مفيش حد عايز يضيع طبعا. بس الحمد لله اهم حاجه المكسب واهم حاجه اللي ربنا كرمنا النهارده وقدرنا نصعد للدور اللي بعد كده. موقف صعب يا حسام بعد ما ضيعت ضربه الترجيح. لا قلبي وقف والله يعني انا زي ما قلت لك اول الكلام انا يعني انا عارف احساس صعب جدا يعني انت هتبقى زعلان انا كنت هبقى زعلان اكتر يعني طبعا الماتش ال 100 فهبقى متضايق جدا بس الحمد لله عشان الواحد بس ايه يعني ما بنعملش حاجه وحشه في حد وماشي مع ربنا كويس ده كرم من عند ربنا الحمد لله ربنا سترها الحمد لله. 100 مباراه دوليه مع النادي الاهلي في بطولات افريقيا. الحمد لله النهارده الماتش ال 100 وان شاء الله مش هيبقى الاخير يعني باذن الله. وكم سنه في عمره حسام عاشور؟ يعني النهارده بقت 28 اهو 28 يعني لسه بدري ربنا يديك الصحه كده ان شاء الله والتالق في الملعب. حسام قول لي يعني انت حطيت ضربه الترجيح في نص المرمى. انا يعني انا كنت مركز ولا انت لما دخلت لقيت الحارس رايح في نفس الزاويه فما راحتش زي ما انت عايز؟ لا انا على طول اصلا بحطها يعني يعني قبلها بيومين احنا يعني على ضربات الجزاء كنت بحطها كويس كنت بستنى لغايه لما اشوف الجون فين اخر لحظه واروح حاططها يعني الحمد لله كنت ماشي اليومين اللي فاتوا كويس يعني بس انا دي انا ركزت في يعني انا رايح مركز في زاويه يعني الجون ما يعني في الثلاث ضربات هو بيروح هنا وبيروح هنا فانا ايه ركزت قلت لا هروح احطها في زاويه واحده فانا ما حسيتوش خالص هو راح يمين او راح شمال فانا كنت رايح مركز بس احطها في الزاويه اليمين بس هي راحت في النص شويه يعني ما راحتش زي ما انت عايز في اخر المرمى ما راحتش زي ما انا عايز كنت عايز احطها يعني متطرفه شويه كده بس الحمد لله قدر الله ما شاء الله. قعدت تدعي طبعا بعد الضربه دي بقى ان شريف ربنا يكرمه. قلت الحمد لله يعني استاذ معوض ضيع وبعد كده الواد ضيع قلت بس بقى ان شاء الله باذن الله ادخل انا جول ان شاء الله ضربه الجزاء وبعد كده الثانيه تضيع. يعني بس اقول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. من عند ربنا اللي احنا ايه صعدنا الدور الثاني. حسام معلش يعني بقى قبل ما تقفل معايا لازم اسالك ان الناس كلها بتتساءل والكلام ده اتكتب في الجرايد الفتره اللي فاتت في المواقع الرياضيه حسام عاشور وقع على احد الانديه الخليجيه فكنت عايز اعرف منك الحقيقه فين؟ يا كابتن ان الكلام ده لا اساس له من الصحه خالص انا لغايه دلوقتي انا مرتبط بعادي مع النادي الاهلي. انا بتكلم على السنه الجايه. لا انا ما موجودش مع حد خالص لغايه دلوقتي انا كده كده موجود في النادي واحنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم في التجديد بس عشان ضغط الماتشات وكده خلاص وقفنا التجديد لغايه اخر الموسم. لكن في عروض بتوصل لحسام عاشور من خارجيه. في كذا حاجه وصلت في شهر واحد اللي فات وفي ناس كتير قوي مكلماني بس انا لسه يعني ما خدتش. وانت ايه الاخبار بتفكر ايه في ايه يعني التجديد للاهلي ولا ممكن تبقى لا 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 النادي الاهلي طبعا بيتي يعني ما فيش حد يفاوض النادي الاهلي انا زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت احنا كنا بنتفاوض بشكل 100% يعني بس قفلنا المفاوضات عشان ضغط الماتشات اللي عندنا. هل عشان ضغط المفاوضات يا حسام ولا عشان المقابل المادي مش زي ما انت عايز او مش المبالغ اللي انت يعني بتفكر فيها؟ لا والله بص يا كابتن هكلمك بصراحه عشان اتكلم بصراحه يعني الكلام ده ما فيهوش كسوف. هكلمك بصراحه ما فيش يعني انا زي ما قلت لك احنا اتكلمنا في يعني اتكلمنا في فلوس وكده بس هي مش نقطه اختلاف هي الفلوس. بس لسه يعني انا زي ما قلت لك بس انا مش عايز بس اخص في الموضوع ده بس كتير ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله بس تخلص بس الضغطه اللي عندنا دي وان شاء الله ما الضغطه دي خلي بالك مستمره لاخر الموسم يا يعني نجم مش هتخلص دلوقتي عشان اريحك يعني لا لا احنا موجودين ان شاء الله في النادي الاهلي وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله يحصل حاجه كويسه باذن الله ان شاء الله. شايف المواجهه اللي جايه ايه مع اهلي بني غازي وكابتن طارق العشري وزميلك احمد عيد عبد الملك كسبوا النهارده فريق تشيلسي بطل غلا 2-0 وهيلعبوا مع الاهلي ان شاء الله في دور ال 16. لا كابتن طارق العشري طبعا مدرب محترم جدا وهناك في لعيبه كويسه جدا اكيد هيبقى ماتش صعب احنا النهارده كسبنا خلاص هنقفل الصفحه دي ان شاء الله هنركز في الدور اللي بعد كده وقبل ما نركز في الدور اللي بعد كده احنا عندنا ماتش يوم الخميس ان شاء الله حاول احنا نركز فيه. تحب تساله حاجه كابتن وليد او كابتن بلال؟ لا يعني مبروك يا حسام والحمد لله كلنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا انت كابتن الفريق النهارده وعيد ميلادك والمباراه ال 100
فالحمد لله يعني انت صلي ركعتين شكر لله بقى. الحمد لله هو احلى حاجه سجد بعد ما ضيع سجد برضه. الحمد لله. وبعد ما كسبنا والشريف صد الضربه الاخيره يعني الناس ما تنسيش انا بفرح معاهم، انا كنت ساجد لربنا الحمد لله. الحمد لله كرم واستر معانا. طب احكي لي بقى، انا عايز، انت عارف انا بحب سيد معوض جدا، هو صديقي جدا وقريب مني جدا. احكي لي سيد معوض ضيع قبليك. احكي لي شعور سيد لما ضيع الكوره بقى، ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني شفنا وشه طبعا كان حزن الدنيا. اكيد طبعا يعني انت يعني هو ضيع سبب معوض ضيع كوره، فخلاص لو جت اللي بعدها خلاص انتهى الموضوع بالظبط. بس خلاص يعني انت شفته بعد الكوره دي ولا ما كنتش مركز في القصه؟ كنت مركز اكتر مع رحنا سلمنا عليه وكده، بس انت عارف يعني وشه كان مخطوف وكده. يعني انا اللي حصل معاه موقف، انا لما ضيعت راح جده جاي لي بعد ما الواد الثاني ضيع. فجده راح قال لي يعني معلش الحمد لله، من امتى وانت بتجيب جوان انت؟ لا احنا انا عايز اسالك على شور، هو سيد معوض اللي اختار يشوط ولا كابتن يوسف اللي قال له؟ بالترتيب. لا بالترتيب. بالترتيب كانوا حاطين ترتيب. عشان كده سيد عبد الله بعد كده كل واحد اللي شوط بعد كان تريزيجيه وجده وجده وبعدين سيد وبعدين انت. يلا الحمد لله عدت على خير يا حسام. الحمد لله نقدر نقول لك بقى مبروك على كابتن فرقه النادي الاهلي النهارده، ومبروك على عيد ميلادك، كل سنه وانت طيب، ومبروك على المباراه رقم 100، ومبروك على الفوز والصعود. الحمد لله، ده كرم من عند ربنا والله. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا حسام، والف الف مبروك النهارده الصعود للنادي الاهلي. عايز اقول برضو نتائج الفرق الثانيه اللي لسه بيتابعنا في الاستوديو التحليلي. وادي دجله فاز على فريق دوان بطل مش نايجر بقى بطل توجو 2-0 وصعد